نتكلم عن الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، ونبتدي بالزمالك وقصه انتقال امام عاشور. دايما بنتكلم على اهميه احتراف اللاعبين وانه لازم نفتح الابواب، عملنا حلقه كامله على اهميه ان اللاعبين وهم صغيرين الاهلي والزمالك يفتحوا الابواب عشان ليهم عشان يحترفوا، علشان اللاعبين دول ياخدوا خبره ويبقى في بناء مختلف والمنتخب يكون له بناء وعظم مختلف من الدوري، من مجرد ان احنا عندنا اللاعبين المحليين والدوري المحلي. امام عاشور هو القصه الاولى الان في الزمالك بعد خلاص ان هو على اعتاب الاحتراف في الدوري الدنماركي، نادي ميتيلاند يعني لو بقراه بشكل سليم اعتقد 105 مليون جنيه، يعني 3.5 تقريبا مليون دولار. امام عاشور مصر على الاحتراف، واعتقد الزمالك خلاص يعني وافق على احتراف امام عاشور. معي على الهاتف الاستاذ عمرو جبلة، موضوع تحرير موقع كوره بلس. عمرو مساء الخير، احكي لنا بقى قصه احتراف امام عاشور. استاذه لميس الخير، تحياتي ليكي وللساده المشاهدين. وانا سمعت المقدمه بتاعت حضرتك، يعني هو زي ما حضرتك اختصرتي الموضوع وشرحتيه ان نادي الزمالك فضل ان هو يمنح فرصه لامام من اجل الاحتراف. اللاعب هو الاخر كان مصمم جدا على موضوع الاحتراف، العرض موجود في نادي الزمالك منذ ما يقرب من اسبوعين. كانت الاداره عندها تفكير لو امام هيخرج دلوقتي ويحصل على الفرصه يكون مين البديل، فده اللي كان مأجل الموضوع شويه، وكان في تفكير للحاجه الى جهوده الفنيه. ولكن مع رغبه اللاعب في ان هو يبقى عنده تجربه اوروبيه ويبقى بدايه كبيره من خلال ميتلاند، لان حضرتك عارفه ان نجمنا المصري محمد صلاح كان بدا من خلال بادل، ميدو، زيدان، العديد من المحترفين المصريين بداوا في دوريات خارج يعني مثلا انجلترا واسبانيا، وفي النهايه انتقلوا لمحطات مهمه وكانوا واجهه مشرفه لكره القدم المصريه. مركز مركز امام. طب يعني لازم اقول انه بينما يفتح الزمالك الباب للاحتراف للاعب، الجمهور غضبان وبيقول انه يا جماعه امام عاشور ده قلب نادي الزمالك، امام عاشور مركزه كخط وسط لا يمكن الاستغناء عنه، فالناس زعلانه ان امام عاشور رايح، وكمان زعلانه وشايفه ان المبلغ كمان 3.5 مليون دولار ده رقم قليل، رايك ايه؟ ما هو ده بقى نوضحه من خلال المستندات. انا كنت ارسلت للزملاء في الاعداد عقد امام عاشور لو نقدر نستعرضه. عقد امام عاشور المتوثق مع نادي الزمالك اللي يعني ارسلته عند حضرتك ينتهي بنهايه الموسم المقبل، ده العقد المتوثق، ده عقد نادي الزمالك مع امام عاشور في الاتحاد المصري لكره القدم. العقد ده بيقول يا استاذ لميس ان خلاص امام بعد فتره او اخرى هيكون لاعب فري، والزمالك مش هيقدر يستفيد منه ماليا او فنيا، لان كمان كان حصل جلسه تفاوض كان في طلب ان اللعيب عايز 20 مليون جنيه في الموسم، امور كثيره ومفاوضات لم تنتهي الى تجديد التعاقد. فبالتالي الزمالك ارتأى ادارته انه من الافضل انه يتم الاستفاده باللاعب، خاصه انه مش هيجدد عقده، خاصة ان بس هو كان لسه فاضل له ايه سنة ونص مش كده يا عمرو؟ بالتأكيد يا استاذ لميس كان متبقي في العقد سنة ونص، ولكن يا استاذ لميس هو خلاص اللعيب طالما لعيب الكورة طالما من جواه كده قرر ان هو عايز يمشي، فصدقيني مهما حصل خلاص الرغبة طالما موجودة هينفذ القرار في وقت او في اخر. الرقم بقى مناسب ولا مش مناسب؟ هو ده سؤال تاني استاذ لميس. الرقم بالنسبه لنادي الزمالك في الوقت الحالي مناسب للنادي وادارته في حل بعض المشاكل الماليه الخاصه بالفريق او تدعيم الفريق. الرقم بالنسبه للزمالك كمان فيه ميزه، يعني معلومه مهمه يعني ما اتقالتش، ان الزمالك هيحصل على تلك القيمه دفعه واحده، فبالتالي الزمالك شايف ان هو لما هيتحول له دلوقتي في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه في جلسه عشان يعني إدارة نادي الزمالك تمضي التعاقد، لأن التعاقد تم توقيعه بالأمس من قبل إمام عاشور في حضور كابتن أسامة نبيه، ولكن الطرف الأول في التعاقد اللي هو نادي الزمالك، يعني إمام مضى عقده مع نادي ميتلاند، الزمالك حتى الآن لسه بيوقع العقود، مفترض يوقعها خلال الساعات الجاية في التوقيت اللي إحنا بنتكلم فيه مع حضرتك ده، يكون إدارة الزمالك بتوقع. هو انا بالنسبه لي العقد بس في مشكله واحده يا استاذ لميس، بالنسبه للقيمه الماليه انا شايفها في الوقت الحالي هتفيد الزمالك،
بيخسر لعيب مهم فنيا؟ اه بيخسر لعيب مهم فنيا. طب حتى الان بكره اعتقد 31 خلاص اغلاق باب القيد. ما لازم الاداره توقع دلوقتي بالزمالك على العقد وترسله لميتلاند ويتم لا يعني في هل يقدر يلحق الزمالك يعوض بلاعب اخر؟ كان في كلام عن صفقه مع اسوان لاحمد بالحاج، هل ده كلام مؤكد ولا لا؟ الصفقة تمت يا أستاذ لميس، أحمد بالحاج أصبح لاعب في الزمالك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 4 مليون جنيه، وعلى سبيل البيع النهائي بعد نهاية الإعارة مقابل 10 مليون جنيه، يعني الصفقة هتكلف الزمالك 14 مليون جنيه. هرجع بس الجزئية في عقد إمام عاشور يا أستاذ لميس، أنا بالنسبة لي القيمة المالية مش اللي أنا كنت متخيلها يعني، ولكن رقم كبير وهيفرق مع الزمالك، ولكن مفيش بند بإعادة البيع، إن لو ميتلاند باع اللاعب الزمالك مش هيستفيد غير بالنسبه التضامنيه بتاعت الرعايه، كنت افضل ان اداره الزمالك تقدر توصل لاتفاق مع نادي ميتلاند ان يكون ليهم نسبه من اعاده البيع، لان خلي بالك يا زلاميس في وقت او في اخر امام معاشور هينتقل ان شاء الله لدوري اوروبي كبير من الدوريات الكبرى، وهيكون قيمه التعاقد كبيره جدا. طب خليني بس عشان قصه دوري كبير، لان طبعا الاشاعات كانت كتيره جدا انه نادي ميتلند الدنماركي تملكه اسره منصور وحد من ولاد محمد منصور، وان هو ده هيكون كوبري من عشان العوده للاهلي، وطبعا احنا يعني دورنا وبحثنا ونادي ميتلند يملكه رجل اعمال بريطاني يملك نادي انجليزي معروف اللي هو بادفورد اظن برادفورد، فبالتالي لو هو اتنقل من امام عاشور، لو اتنقل من ميتلند ممكن قوي يروح النادي برادفورد ده، مش عارفه اسمه ايه، برادفورد مظبوط؟ برنيتفورد مظبوط. اشرح لك الجزئيه دي يا استاذ لميس، ميتلند زي اي نادي اوروبي عنده موقع رسمي تقدر الناس تدخل عليه، هتلاقي الاي سي او بتاع النادي كلاوس يعني هو الاي سي او مش عائله منصور، عائله منصور كان استثمره في نادي نورشلاند الدنماركي وموجودين رعاه برضو على الموقع الرسمي لنادي نورشلاند. الاي سي او هو كلاوس، الرئيس النادي هو كلايف كراون، فعائله منصور يعني حتى انا على الموقع الرسمي بتاع ميتلاند مش هتلاقي ان هم رعاه مثل الاستثمارات التي حدثت يعني مع نورشلاند. صدقيني في الاول وفي الاخر يعني كان في ناس يا استاذ لميس تقول لك ايه الزمالك وضع بند بان اللاعب لو رجع مصر يرجع الزمالك، الكلام ده مش حقيقي يا استاذ لميس، مفيش نادي اوروبي بيعمل الكلام ده. طب بس عايزين نرجع تاني، لا حقيقه ولا اصل للصحه من ان عائله منصور تمتلك ميتلاند ده اول خطوه. كان في استثمارات في نادي نورشلاند الدنماركي. نورتلاند دي حاجه تانية، ده عشان ده نادي دنماركي، انا بتكلم على ميتلاند عشان نبقى بدقه، وبالتالي ده بيملكه ميتلاند اللي راح له امام عاشور بيملكه رجل اعمال بريطاني يملك نادي بريطاني اخر في الدوري الانجليزي. بالتاكيد هي دي المعلومات الصحيحه. عقد امام عاشور زي ما انت بتقول بقى ما فيهوش ان هو لو تم اعاده البيع الزمالك يكون له نسبه، وما فيهوش انه يرجع تاني. بالظبط، ما فيهوش نسبه اعاده بيع، الزمالك هيبقى بيحق له وقتها نسبه تضامنيه من الرعايه، يعني في انتقال امام عاشور لميتلاند اعتقد غزل المحله هيحصل على 2 مليون جنيه، حرس الحدود هيحصد هو الاخر قيمه تضامنيه مقاربه لرعايه اللاعب. نادي الزمالك عند انتقال امام الى نادي اخر هيكون رسوم برضه تضامنيه مش هتكون كبيره، لكن ما فيش نسبه اعاده بيع. كمان يا استاذ لميس مفيش بند بيقول اللاعب لو رجع مصر يرجع على الزمالك، خلي بالك البند ده اي كلام يا استاذ لميس، يعني يعني هو لو عايز يرجع الاهلي وميتلاند عايز يعمل استثمار مع الاهلي، طب ما هو هيبيعه لاي نادي تاني ويعمل الكوبري ده لو في نيه للموضوع، لكن الموضوع ما فيهوش اي نيه لذلك. امام عاشور كان اتكلم يعني في دردشه كده مع كابتن محمد زيدان، وكان حتى كان عنده رغبه ان هو يخرج مباشره للدوري الانجليزي، وكابتن زيدان هو اللي نصحه قال له انت تبدا في ميتلاند افضل، وده هيكون محطه مهمه ليك للانتقال للبريمير ليج بعد كابتن زيدان كان موجود في ميتلاند.
احد اساطير النادي واحد رموزه كان موجود في الاحتفاليه في السنه اللي فاتت، وهم كانوا خدوا رايه بخصوص امام عاشور، وكان هو تواصل مع اللاعب ونصحه في بعض الامور واتكلم معاه عن اهميه البدايه الاوروبيه من نادي ميدلاند والاجواء هناك، وكان اتكلم معاهم كمان عن مميزات امام واللي يقدر يقدمه واهم يعني ما يميزه، واتكلم في حاجات كتير جدا. نادي الزمالك طبعا مع تغيير طريقه اللعب من 4 3 3 مع فريرة ل 4 2 3 1 هيحتاج لاعب في الخط الامامي، فتتوجه لتعويضه بضم احمد بالحاج طيب. من اسوان. اخر سؤال، هو فيريرا جاي تاني ولا ماشي ولا نظامه ايه يعني في الفيلم اللي انا احنا كنت فيه ده؟ انا كنت اتكلمت النهارده مع روي اجواش اللي هو مساعد فيريرا، يعني هو خلاص قال لي ان هو هيغادر، روي اجواش نفسه اللي هيغادر للبرتغال مساء اليوم، عائد يعني عائد من القاهره، وان تجربته انتهت مع الزمالك تماما هو وكل المساعدين الاجانب. إدارة نادي الزمالك بالفعل عرضت على جوزوالدو فيريرا العودة مرة أخرى، ولكن دون معاونين الأجانب، يعني يشتغل مع الجهاز كمان. الفني. تعالى لوحدك. توليت بالظبط. توليت فالعرض اللي موجود عند فيريرا من إدارة الزمالك إن هو يكون موجود لوحده مع الجهاز الحالي. فيريرا بيفكر في العرض، بس ما أعتقدش يا أستاذ لميس إن هو يبقى يرجع تاني، ولكن الموضوع لسه محل نقاش سواء داخل اداره الزمالك ان هي تاخد قرار رسمي كمجلس اداره، او كفيريرا ان هو يقدر يرجع تاني. لسه الموضوع محل نقاش من الجانبين، ولكن العرض تفاصيله ان فيريرا يكون موجود بالجهاز الفني الحالي. شكرا عمرو جبلة، مدير تحرير موقع كوره بلس.